أول حاجة غنقدم لكم راسي، أنا فاس اللي غيكون أي واحد كيسمعني دابا عارفني ولا شافني ولا يقدر يكون غير كيسمع بيا. أنا فاس، العاصمة العلمية. أنا اللي جمعت مختلف الثقافات، علوم ومدارس وجامعات والتراث اللي كيليق بيا. أنا اللي حليت بابي لأي شاب ولا شابة، لأي طالب ولا طالبة للعلم من دوك الناس اللي توافدوا عليا. ديما كنحسب الناس اللي كيزوروني بذاتي، وربي شاهد عليا. أنا اللي عندي تاريخ كبير وعريق من جامعات وأبواب وأماكن تاريخية، كافحت بزاف باش نخلي راسي ديما من دوك المدن لأي واحد يهضر عليا ويتمنى يزورني وليكون عايش فيها. عمرني فكرت شي نهار أن دوك الناس اللي كانوا كيجيوني ينقصوا ويقلال اهتمامهم بيا، حيت من بعد تاريخ طويل وسنين بزاف لقيت راسي عاصمة الإجراء سمات عليا. تقلقت بزاف، الدنيا دارت بيا فاش عرفت باللي الناس بزاف قلبوا وجوههم عليا. واخا أنا اللي درت جهدي كامل كبرت وقريت أجيال، وعمرني قلت راهم متقلين عليا. حتى انا مكرهتش نشوف وليداتي حدايا، نوفر لهم الخدمه والحياه اللي تليق بيهم، وعمرهم يفكروا يبعدوا عليا. مكرهتش يكون عندي حسن الظن ونكون كيما هما يكونوا بيا. انا اللي كنت عاصمه العلم ولاو يسميوني عاصمه الاجرام وسوء التربيه. انا اللي ربيت وليداتي احسن تربيه، وخرجت منهم طلبه وعلماء قدروا يوصلوا الصدى ديالهم للعالميه. كنقول لاي واحد يحكم عليا بسوء النية، لا واخد عليا صورة ديال أخطر مدينة مغربية، ما تحكمش غير على داك الشيء اللي عودولك عليا. أجي تزورني وتشوف المعالي ديالي التاريخية والناس ديالي اللي معروفين من زمان، الأصالة وحسن الضيافة المغربية. وأخيرا سميتي فاس ماشي عاصمة الأجرام.